السلام عليكم مشاهدينا، نواصل تغطيتنا الخاصة لمهرجان قطر الدولي السادس للصقور والصيد من صبخة مرمي. ما زلنا مع مسابقة هدد التحدي بين فروخ شواهين المشاركين وحمام فخرو. محمد الكبيسي كان أول المتأهلين في هذه المسابقة، تلاه يوم أمس محمد الشهواني ومحمد العذبة، واليوم نتمنى التوفيق لكل المشاركين وحمام فخرو. ولكن كعادتنا في بداية كل حلقة من تغطياتنا الخاصة، خلونا نتابع ملخص عن أحداث يوم أمس في هذا التقرير. مشاهدينا، نتابع تغطيتنا لهدد التحدي من هنا من قلب الميدان. شفنا علي بن خاتم المحشادي رئيس لجنة المهرجان وهو موجود. بخاتم، أمس وقعت شيك واليوم ردي في واحد فاز وشيك بتوقعه، كم شيك بتوقع اليوم؟ والله أتمنى أن أوقع لهم كلهم شيكات، وبإذن يعني والله يعلم أنه يفرحنا توقيع الشيكات لهم كلهم. يعني الربع جايين وتعبانين ومستعدين ومخسرين، والله لا يخسرهم إن شاء الله، ونتمنى لهم التوفيق جميع إن شاء الله، وحن مستعدين، حن ما حطينا المسابقة إلا لهم، مستعدين لهم إن شاء الله. أكيد الله يوفقكم. طبعا مشاهدين، نحن نقول وقع شيك، أي واحد يفوز في هدد التحدي أو يتأهل له شيك ب100,000 جائزة نقدية، وينزل على سحب اللكزز. اللكزز أو 100,000 ثانية، يعني اللكزز ياخذها واحد من المجموعة المتأهلة، إذا صاد يصير قرعة بينهم ويصير هدد، إذا هدد أول واحد ياخذ اللكزز وتتم المسابقة جارية ياخذ 100 غير ال100 اللي أخذها أول. جميل، يعني جوائز نقدية كبيرة وكثيرة، ويعني المهرجان برعاية الشيخ جوعان بن حمد الثاني منظم، وعلى رأس المهرجان رئيس اللجنة المنظمة علي بن خاتم، موفرين جوائز قيمة جدا للمشاركين. إذا المشاركين نتمنى لكم الحظ الأوفر، نتمنى لكم التوفيق إن شاء الله. الفلوس موجودة والجوائز موجودة، وبخاتم شو تقول لهم؟ أقول لهم يجون مرمي ويبشرون بالخير ويبشرون بالمفاجآت الطيبة بإذن الله، كل سنة لنا مفاجآت ويبشرون بالخير، خير قريب إن شاء الله. وأشكركم على التغطية الطيبة. خير في وجهك، ونقدر نقول لمشاهدينا وأنتم المشاركين الوعد مرمي. مشاهدينا، كنا جالسين ومره واحده قاموا يوم سمعونا الطير صاد، وهذهم موجودين ونشوفهم هويه موجوده ولا موجودين، لكن حتى هم يتابعون راح نخرب عليهم وندخل عليهم. السلام عليكم. سلام، مرحبا، الله يحييك اخوي. الله يحييك. الله يبقيك. عرفنا على نفسك. اخوك ناصر شهواني. ونعم، الله ينعم منك ويسلمك. ناصر، ليش جاي هنا؟ ليش جاي؟ شوفت عينك شيخ، الطير يروغ الحمام الحين، وان شاء الله نبي زبنه وبيتاهل مع اخواننا اللي تاهلوا، الشهواني واللي قبله ان شاء الله. الطير هذا لك ولا راعيه؟ لا لا، الرعيه ما نعرف حق من، حق الظاهر الشيخ علي بن عبد الله الثاني شيء، وهذا يروغها فوقنا الحين. الحين وانا اكلمك اشوف الطير. طيب انت الحين جاي ومشتط ومجتهد على تشوف الطير، والطير له بلك ولا تعرف راعي ولا؟ ما شاء الله تبارك الرحمن، ما شاء الله ما شاء الله. الحين وانا اكلمك الطير يزبل الحمامه يا شهراني، ما شاء الله ما شاء الله. اذا نقول له، يقول له راعي الطير ما شاء الله مبروك، ما شاء الله يستاهل، مبروك يستاهل. يعني العفويه موجوده، نشوف الجمهور موجودين، اللي برا المنصه برا المهرجان جالسين، هذه عفويتهم، هذا جمهورنا، هذول عيالنا، هذول اخواننا، هذول هالقطار الموجودين اللي يحبون الشيء هذا ويتابعونا. عادات ابانا واجدادنا موجوده ومزروعه فينا، حتى الاطفال موجودين، بنخليهم ذا الحين وراح نحاول ناخذهم بعد شوي. مشاهدينا، ما زلنا نواصل تغطيتنا لفعاليات المهرجان. انا الحين بين الجمهور في واحده من الجلسات اللي برا المهرجان، احد جمهورنا يعني انا لفت انتباهي، اللي هو احد ابنائنا، راح نتعرف عليه ونشوفه هو ليش جاي. السلام عليكم. وعليكم السلام. تعرف عليك؟ حمد الرحمن القحطاني. ونعم حمد، انت جاي هنا ليش؟ اشوف المهرجان، اشوف الهدد، اشوف الطيور.
جاي مع من حمد؟ مع أبوي وعمامي وعيال عمي وأخواني. وش رأيك في الهدد؟ هل أنت تحب الهدد، تحب المقناص، تحب الطيور؟ أحب الهدد والمقناص، أحب الطيور. طيب عندك طير أنت؟ إي. وش طيرك؟ حر. طيب في مسابقة بيشاركون فيها، أول شيء عندك أحد من إخوانك من عيال عمك مشارك في المهرجان ولا لا؟ إي عيال عمي. عيال عمك مشاركين. طيب أنت بتشارك في مسابقة هنا، هي القناص الصغير، أنت بتشارك فيها؟ إن شاء الله. بتفوز؟ إي. الله يوافقك. زين حمد، أنت الحين جاي هنا مع أهل مع أبوك وعيال عمك موجودين، وش رأيك أنت في المقناص والطير؟ هل هو زين مو زين؟ هل تحب الناس يجون يتابعون هذا المهرجان ويكون عندهم طيور؟ أحب الطيور وأحب المقناص وأحب يعني الناس يجون يشوفون الهدد ويشوفون المهرجان ويشوفون مسابقة الدعو ويشوفون حمام فخرو. عجبك حمام فخرو. حمد الله يوفقك، والله يوفقك أنت وأبوك وعيال عمك اللي مشاركين، إن شاء الله نتمنى لهم التوفيق في هذه المسابقة. إذا يعني من أحد الأهداف الرئيسية لهذا المهرجان اللي هي المحافظة على موروثنا وموروث أبانا وأجدادنا ونقله للأجيال القادمة، وهذا الجيل القادم إن شاء الله موجود وبيشارك، وإن شاء الله هذا التراث ما راح يندثر وراح ينزرع وينتقل من جيل لجيل، والله يخلي قيادتنا الرشيدة اللي ساهمت في هذا الشيء. Good afternoon. My name is Simon Price. مساء الخير. أنا اسمي سايمون برايس. أنا من جنوب أفريقيا وحالياً أقيم في قطر. هوايتي تصوير الطيور، لذلك قدمت إلى مهرجان الصقور والصيد لأتعلم أكثر عن ثقافة القطريين فيما يخص المقناص. أتمنى أن أستمتع بمجرى الأحداث وأتعلم أكثر عن هذه الرياضة. أنا مصور شغوف، لذا قدمت إلى هنا بمعدات التصوير لأرى إن أمكنني التقاط بعض الصور للصقور وهي محلقة تحاول اصطياد الحمام. أتمنى أن أتعلم جميع الفعاليات والتقاليد لهذا المهرجان في هذا الأسبوع. مهرجان هذه السنة لأول مرة سيقوم باستخدام حبارة إلكترونية تسير على مسار يتم اصطيادها من قبل الصقور. إنها لتجربة مبتكرة وبادرة جميلة، خاصة أنها ستساهم في حماية الطيور في البيئة البرية. مشاهدينا ما زلنا معاكم نواصل تغطيتنا لمهرجان قطر الدولي السادس للصقور والصيد من هنا من ميدان مرمي مكان هدد التحدي. معانا رئيس لجنة مسابقة هدد التحدي السيد سيف بن سعيد النعيمي، مساك الله بالخير. مساك الله بالنور ورحب فيكم في مرمي. بك رحب الله. ثالث يوم الحين من المسابقة، كيف تنظر لها؟ والله من ثاني يوم احنا على ما قال المتسابقين متحمسين، تأهل عندنا أمس واحد واليوم تأهل عندنا واحد وباقي عندنا الفترة المسائية، إن شاء الله نتمنى بعد اليوم يكون ثالث في المجموعة الثالثة. حنا الحين هنا في الميدان، ترتيب الميدان فخره هناك، المتسابقين الصوب الثاني، على أساس يكون توزيع المكان؟ توزيع المكان على حسب الهواء، لأن الطير عند الانطلاق لازم يكون مناحر، وعبيد يهد الحمامة من تقريبا اقل من 100 متر، على اساس يكون كل ما كانت الحمامه اقرب حق الطير حالف الحظ اكثر ان شاء الله. ان شاء الله الله يوفقهم اجمعين. لكن المشاركين شو تقول لهم انت الحين؟ والله المشاركين اقول يعطيهم العافيه، هم وعلى حضور الجمهور اللي محمسنا الصراحه على المسابقه هذه، وهذا احنا واقفين في الشمس عشانهم. الله يستاهلون، وانتم والله يعطيكم العافيه على المجهودات الطيبه اللي تقومون فيها. من متى تبتدي؟ طبعا تبتدي المسابقه الساعه 1. تحضير احنا نحضر لها والله الصراحه من 9:30 10 لين يجون المتسابقين على الساعه 11، تحضيرهم يكون من الساعه 11، والغداء هنا موجود عندنا على ما قال قبل البدايه. الله
الله يوفقكم ان شاء الله انت ويا كلجنة منظمة لهذه المسابقات، والله يوفق المشاركين ويوفق فخره. ما زلنا نواصل تغطية هذه المسابقة، مسابقة حدد التحدي، نقول الله يوفقكم وفالكم الناموس، ونقول لمشاهدينا ما زلتم معانا ونتابع فعاليات هذا اليوم. ان شاء الله اليوم الشهواني صاد، امس صاد الكبيسي، نتمنى ان شاء الله التوفيق لكل المشاركين، ونرجع مره ثانيه من صبخة مرمي. مشاهدينا بعد ما شفنا ملخص عن احداث يوم امس، احنا موجودين مع بدايه هذا اليوم، الشباب موجودين هنا يستمتعون بهذا المهرجان، خلنا نشوفهم ناخذ معهم لقاءات قبل بدايه المهرجان. نتعرف عليك الاخ سالم المري. ونعم سالم، الحين الطيور انتم تجهزونها وتدربونها كل حاجه، لكن وقت التحدي وقت المسابقه، هل هناك يعني نقدر نقول في عوامل مؤثرة على صيد أو طيار الطير؟ والله يا أخي على حسب الجو، إذا كان الجو صحوي يكون أفضل للطير، وإذا كان هواء يكون أصعب شوي على الطير. في طيور يساعدها الهواء، في طيور ما يساعدها الهواء، لكن فخر الشاهين أتوقع منه كل شيء، وكل حمامة فخر ترى ما راحت تروح، راحت اليوم ما راحت بكرة، وراحت بكرة ما راحت السنة الجاية، وراها يا حن يا فخر. يعني بالذات هذا الشواهين، انا اتكلم عن الشواهين، غيرها ما اتكلم عنه. الله يوفقكم ان شاء الله كمشاركين. عندك شيء تبي تقوله؟ والله يا اخي ودنا انهم يفتحون مشاركه القرانيس، بالذات قرانيس الهواء وقرانيس البيوت، ودنا يكون افضل، يعني نشوف الحماس اكثر. قرانيس البيت احسن من الفرخه شوي في الخبره، وحمام فخره يبغى له طير خبره، ما يبغى له طير سلك. معلومه او وجهه نظر نحترمها اكيد، القائمين على المهرجان يعني بيسمعون كلامك وبياخذونا في الحسبان. مشاهدينا ما زلنا مع بداية هذا اليوم، مع بداية انطلاقة هذا اليوم، خلونا نتابع وبنشوف من اللي بيصيد اليوم. هل المشاركين راح يوفون بوعدهم وراح يتحدون وقد تحدي حمام فخره، ولا فخره اليوم اللي بيغلب؟ خلونا نتابع. مشاهدينا يعني مثل ما نشوف اللقطات الحين موجودة دار هوا، والمتشاركين موجودين ولحد الحين لم يتخذ قرار بخصوص هذا الموضوع. خلنا نشوف آراء المشاركين في هذا الجو. السلام عليكم. السلام ورحمة. تعرفنا على نفسك؟ اسمي عبد الهادي علي. ونعم عبد الهادي. عبد الهادي الحين مع ذا الجو والهوا والعج والغبار، وش ترتيكم ذا الحين؟ وش تنتظرون؟ الرأي اللجنة، لو ما غير رأيهم نضطر الانسحاب، نظلم طيرنا بدون شبه. طيب بس اللجنة تعتقد انها بتخليك تشارك في ذا الجو؟ والله ما ادري، ان شاء الله ما هم خلينا نشارك، ان شاء الله انهم بيأجلون اليوم ثاني ان شاء الله. طيب التأجيل هذا ذا الحين هل يضر عليك؟ يعني انت جاي اليوم مجهز نفسك ومجهز طيرك على انه يكون يشارك اليوم، يعني بالذات تحديدا اليوم، هل يأثر عليك الشيء هذا؟ هو بيأثر علي على اساس اني موجب الطير، لكن انا بضطر اصلا ما احد في ذا الجو لو ما أجلوا. حتى اللي مو براعي طير لو تقول له يقول لك ما فهد في الجو. مشاهدينا مثل ما شفنا المشاركين وهذه الأجواء، عج وغبار وهواء، أكيد اللجنة المنظمة حاطة شيء هذا في الحسبان، وراح نتابع أحداث هذا اليوم.
الله يمسكهم بالخير. احنا في سباق مرمي اليوم المجموعة الرابعة، قام علينا عج وهوى الشمال، واجتمعوا اللجنة وننتظر قرار اللجنة إن كانوا يلغون السباق ولا بيوصلون. والله كريم إن شاء الله ويسهل لك الأمر إن شاء الله، يعطيكم العافية. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا محمد الكبيسي رئيس لجنة التجهيزات. اليوم طبعا مثل ما انتم شايفين دار علينا هواء قوي وعاصفه وغبار، فاضطرينا ان ننزل بيوت الشعر عشان ما تطير من الهواء. في اشياء يمكن احتياط عليها من الهواء ومن هذه الغبار، اضطرينا ان ننزل بيوت الشعر وباقي الاشياء اللي تحتاج لتنزيل عشان ما يكون فيه هناك اي اصابات ولا يكون فيها اي اشياء يعني تكسر وتختلف من هذه من قوه الريح والجو اللي مثل ما انتم شايفين غبار وعفسه. منصور راشد النعيمي رئيس لجنة ومنظم في المهرجان. طبعا واجهتنا مشاكل في هذه الظروف والطقس هذا الشديد القوي، طبعا غبار قوي ما حد يقدر يهد طيرها او الحمام ما ينهد في هالغبار. المهرجان كان جميلا ولكن من سوء الحظ أنه صادفنا هذا الجو المليء بالغبار. أن نكون في هذه العاصفة ليس جميلا، ولكن أن نكون هنا فهو شيء رائع. التجهيز كان رائع، لم نستطع رؤية الطيور، ولكن جميل أن نكون هنا، وشكرا على هذا التنظيم. مشاهدينا مثل ما نشوف هذه الأجواء وهذا العج وهذا الغبار وهذا الهواء اللي دار علينا ذا الحين، هذا أحد المشاركين اللي كان مفروض الحين يهط طيرة توقف الموضوع، تأجل، ما ندري راح يتوقف راح يلتغي ولا لا. خلونا نتعرف عليه وناخذ رأيه في هالموضوع. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تعرفنا عليك. سالم بن طينان العذبة. ونعم يا سال أخوي سالم، أنت الحين كنت بتهط طيرك ودار علينا الهواء، وش رأيك في الجو؟ الله يكون فيها من الله خيرة، ما ندري وش الخيرة فيه. انهدينا وانا اشوف الجو هذا صراحه ما هو بجو هدد ولا تدري شو الخيره فيه، انسان مسير ما هو مخير. طيب الحين التاجيل اكيد انهم راح ياجلون، يعني اداره المهرجان الوقت هذا بالذات الحين ما راح احد يطير طيره، واداره المهرجان على علم بهذا الشيء واكيد حاطه في حسبانها هالشيء، يما يمكن يتاجل لين ما يهدى الهواء ويروح، او يمكن يلتغي اليوم ويكون يوم ثاني. لكن من هنا لما اللجنه تحدد رايها، هل هذا الشيء ياثر عليك وعلى طيرك؟ لا 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 ما ياثر، ان شاء الله ما ياثر، ان شاء الله ان الطير جاهز وان شاء الله انه ان شاء الله بيسوي ان شاء الله شيء ان شاء الله. طيب انتم الحين يعني منك انت كمشارك وتنتظر قرار اللجنه، ايش تتمنى من اللجنه ذا الحين تتخذ؟ والله اتمنى انهم ياجلون صراحه في ذا الجو، ما حد يتمنى يهد، لكن ان هديت كل اللي وراي بيهدون، لاني انا في البدايه نهديت بيهدون اجباري يهدون. الله يوفقكم ان شاء الله، لكن خلنا نرجع ذا الحين بتهد طيرك على حمام فخره، من اللي بيصمر؟ ان شاء الله طيري باذن الله انه بيصمر ان شاء الله. وش بتقول لفخره حمام فخره؟ ان شاء الله نصيده حمام فخر وان شاء الله انه ما يروح باذن واحد احد، ان شاء الله ان الطير ان شاء الله بيصيد ان شاء الله. الله يوفقك ويوفقك ويوفق مشاركينا كلهم ويوفق حمام فخر. ومشاهدينا مثل ما نشوف الاجواء قامت تتغير، الهواء قام يزيد اكثر، الغبار قام يزيد، حتى انا ما اقدر يعني مؤثر علي الجو حتى ما اقدر اشوفكم عدل، لكن راح ننتظر ونشوف شو الاجواء شو اللي بيصير، وخلونا نتابع في تغطية هذا اليوم. مشاهدينا ما زلنا نواصل تغطية أحداث هذا اليوم، اليوم اللي كله أجواء غبار وعج، والله يعيننا ويعين المشاركين، ناخذ آراء المشاركين في هذه الأجواء. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تعرفنا عليك بس تفك نظارتك أول شيء. تويم بن حمد المنخس المري. ونعم. أبو حمد الحين المفروض أنت تشاركون، واقف وتنتظر بتهد طيرك بعد أول متشارك قدامك ودار عليك الهواء، شعورك ذا الحين بهذه الأجواء؟ شعور والله الجو صراحة مو بجو هدد، انعدام الرؤية، وأنا أتمنى صراحة أنهم المساواة تسجل إن شاء الله. اي والله ما في حيلة، وشكرا لك. مشاهدينا مثل ما شفنا هذا احد المشاركين في المسابقة، ينتظرون قرار اللجنة المنظمة لمسابقة هدد التحدي بخصوص تأجيل او الغاء المشاركة اليوم.
راح نواصل معاكم تغطية هذا اليوم، وراح نتابع وراح نشوف شو القرار اللي بتتخذه اللجنة. مشاهدينا، مثل ما شفنا هذا العج والهواء والغبار اللي دار علينا هنا في صبخة مرمي، ومثل ما نسمع الحين الإزعاج في خيمة كبار ضيوف المهرجان بيحدثنا أكثر على هذا الجو وتداعياته لفعاليات المسابقة. يصير لنا نستضيف معنا السيد محمد بن عبد اللطيف المسند، نائب رئيس لجنة مهرجان قطر الدولي السادس للصقور. مساك الله بالخير. الله يمسيك بالنور والسرور، ويا مرحبا يا أخوي حسن. بك رحب الله. أبو عبد اللطيف، ما هو قراركم الذي اتخذتموه؟ صراحة اللجنة متابعة توقعات الأرصاد الجوية، كنا يعني من خلال متابعتنا للأرصاد الجوية كنا متوقعين هذا الهواء، لكن قلنا نحضر مكان المسابقات ونشوف على عيوننا. فعلا انطلقت المسابقة، ثلاثة من المتسابقين يعني بدأت مسابقتهم، بعد كذا شفنا اللي كنا متوقعينه حصل. جات موجة من الغبار حجبت يمكن تكون الرؤية لمسافة معينة. اجتمعت اللجنة، كنا يعني من خلال اللجنة قررنا توقف المسابقة لفترة معينة، لأن الرؤية بدأت يعني تنعدم تقريبا، وأيضا سلامة المتسابقين مهمة عندنا. كان قرارنا بإيقاف المسابقة اليوم، تأجيلها إلى يوم آخر. هذا القرار أبو عبد اللطيف بإيقافها اليوم، المشاركين اللي المفروض اليوم يكونون متواجدين اليوم ويشاركون في مسابقة هذا التحدي، ما هو وضعهم من خلال احنا يمكن احنا قررنا تأجيلها إلى يوم آخر، لكن ما أعلننا صراحة للمتسابقين لسلامتهم، يمكن مدى الرؤية غير واضح، فاحنا حبيناهم يكونوا موجودين عندنا في مقر المهرجان لسلامتهم. يمكن الكل بيرجع على بيته، يمكن الخط مب، يمكن مدى الرؤية ما راح تكون مناسبة لهم، فخليناهم يجلسون عندنا فترة إلى يمكن اعتدل الجو شوي، مدى الرؤية بدأ يتحسن شوي، أجلنا إن شاء الله إلى الأيام القادمة. راح نعطيهم ثلاثة أيام يعني مناسبة لكل إن يرتب طيرة من أول وجديد. راح تبلغهم إن شاء الله اللجنة المنظمة بالأيام اللي إن شاء الله راح يشاركون فيها. أبو عبد اللطيف، غدا الجمعة وهو خامس أيام المهرجان راح تبتدي ثاني مسابقات المهرجان، تكلمنا عن وضع هذه المسابقة. بكرة إن شاء الله راح يكون عندنا هدد السلوقي، راح يكون على ست مجموعات، راح ناخذ ثلاثة أوائل من كل مجموعة يتأهلون إلى النهائي 18 سلوقي. نتمنى التوفيق للجمهور، أتوقع أن هذه المسابقة لها جمهور كبير ومتابعين كثار. نتمنى من خلالكم ندعو الجمهور إلى حضور هذه الفعالية في صبخة مرمي في السليم. شكرا لك أستاذ محمد بن عبد اللطيف المسند، نائب رئيس مهرجان قطر الدولي السادس للصقور والصيد. مشاهدينا، مثل ما شفنا انطلقت فعاليات هذا اليوم، وبعد الانطلاقة بوقت قصير توقفت، وذلك بسبب عوامل الجو وعوامل خارجة عن إرادة إدارة المهرجان. لمن يريد متابعة أكثر لتفاصيل ما حدث هذا اليوم، تستطيعون متابعة برنامج صديقي وزميلي طلال الكواري، برنامج عنة مرمي الساعة 8:30 على قناة الكاستو، ودمتم في رعاية الله.